طلابي الأعزاء، طلاب التعليم المفتوح المستوى الثالث، تشخيص المشكلات التنظيمية والإدارية في آخر محاضرة النهاردة، وموضوع مهم جدا نفتقد الثقافة بتاعته لأن هو أساس بناء علاقات طيبة مع الآخرين في المنظمات والإدارات، وبيشكل مشكلة لو معرفناش نتعامل بيه. بناء فرق العمل التيم وورك بنسمعها كتير، بنقول بنشتغل بيها، لكن للأسف احنا ما بنشتغلش بيها، ما بنعرفش نشتغل في فرق عمل. دايما بنحب نقول انا عملت، مش احنا عملنا. حتى وانت بتتكلم دايما تقول انا انا انا، ما بتقولش احنا. في نفس الوقت فرق العمل بيبقى لها قائد بيتسمى بيه الفريق، فبنقول فريق فلان عمل كذا. فالناس بتخاف ينسب للشخص العمل، وبتنسى ان نجاح القائد ده كله جاي من نجاح الفريق المكون من مجموعة من الأشخاص. زي ما احنا شايفين هنا كده اهو، ادي الحرف، كل حرف شخص ماسكه، يعني بيكملوا بعض. بعد ما عرفنا تعريف، خلينا نشوف ايه الخصائص بتاعة فريق العمل. بنقول ان هما ليهم احاسيس مشتركة ومشاعر تجاه بعضهم، ما هم فريق عمل بيكملوا بعض. ليهم قواعد بيتعرفوا عليها ويحطوها عشان محدش يطلع عن القواعد بتاعتهم ايا كانت. هو تجمع لفردين او اكتر، لهم قيم مشتركة عايزين يحققوها، ليهم أهداف مشتركة، بيستطيعوا تمييز أنفسهم كأعضاء. أنا عضو فريق، أنا القائد، أنا اللي هينظم، أنا ماسك الاتصالات مع الآخرين، أنا المدافع، أنا اللي هتعامل مع العالم الخارجي، وهكذا. يتفاعلون جماعيا في علاقة مستقرة. يبقى إذن خصائص فريق العمل طلعها من تعريف فريق العمل، ليهم أحاسيس ومشاعر، ليهم قواعد بيتعرفوا عليها، قيم، بيتجمعوا فردين فأكتر، ليهم أهداف مشتركة، بيستطيعوا تمييز أنفسهم كأعضاء، بيتفاعلوا جماعيا في علاقة مستقرة. هتجيلي إزاي خصائص فريق العمل؟ أو عرف فريق العمل وما هي خصائصه وما هي مقوماته، سؤال مقالي. أو آجي أقولك إن من خصائص فرق العمل إنهم لهم أحاسيس ومشاعر تجاه بعضهم، ليهم قواعد بيتعرفوا عليها، تجمع فردين أو أكتر، وليس لهم قيم ولا أهداف مشتركة، فالعبارة خطأ. أو إني أقول خصائص فريق العمل ليهم قيم مشتركة، ليهم قواعد بيتعرفوا عليها، ليهم أهداف مشتركة، كل ما سبق يبقى كل. نيجي نقول فريق العمل هو إيه؟ تجمع إنساني وظيفي يحركه هدف مشترك، بالهدف ده بيتحقق بالتكامل والتفاعل الإيجابي لهذا التجمع القائم على تكامل الخبرات والمعارف المتباينة لهذا الفريق. يعني معناه إن الفريق بتاعي فيه تكامل الخبرات وفيه معارف متباينة، تمام كده؟ وهو تجمع إنساني بيحركه هدف مشترك، وآدي الهدف المشترك، تمام كده؟ طيب، إيه مؤشرات الحاجة لبناء فرق العمل؟ أول ما ألاقي مؤشرات الحاجة إلى كذا، هي نفسها اللي أقدر أقولها بما تفسر الحاجة إلى بناء فرق العمل. ارتفاع مستوى الهدر في موارد ومخرجات النظام. بهدر كتير قوي في المخرجات بتاعة النظام، فعايز ألم الدنيا شوية فهبني فرقة عمل. ازدياد الشكاوى والتذمر بين أفراد المنظمة، فبحاول أجمعهم بحيث يشتغلوا مع بعض. مظاهر الصراع والأداء بين الأفراد، أنا ممكن أعاديك لكن وانت في فريقي مش هعاديك لأننا نجحنا من نجاح بعض. زي ما بنقول كده في المثل البلدي، أنا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، هي بالظبط كده مظاهر الصراع والعداء بين افراد
المنظمة. عدم مشاركة المعلومات مع الآخرين، هضطر إن أنا أشاركها علشان خاطر أنا في فرقة عدم. عدم وضوح المهام والعلاقات برضو مش هتبقى واضحة إلا لو عملت فريق عمل. يبقى إذن بما تفسر الحاجة لبناء فرق العمل الخمس حاجات دول، أو إني أقول ما هي مؤشرات الحاجة لبناء فرق العمل وهم الخمسة دول، أو إني أقول من مؤشرات الحاجة لبناء فرق العمل هو ارتفاع مستوى الهدر في موارد ومخرجات النظام فقط، أو إني أقول مؤشرات الحاجة لبناء العمل هي ارتفاع مستوى الهدر، ازدياد الشكاوى، مظاهر الصراع والعداء، كل ما سبق يبقى كل ما سبق. طيب نيجي بعد كده باب فقد تماسك فرق العمل. احنا قلنا ان في تماسك، احيانا بيفقد التماسك، برضو ممكن يبقى سؤال مباشر اسباب فقد تماسك فرق العمل، او يبقى باقي مع السؤال المقالي فعرف فرق العمل وما هي أسباب فقد تماسك فرق العمل. أول حاجة سيطرة الأعضاء القدامى على الأعضاء الجدد، فساعتها هتلاقي مفيش تماسك في فرق العمل. زيادة عبء التوجيه الذاتي للسلوك قد يؤدي إلى الملل، كل شوية حد يقول لك اعمل ده وما تعملش ده، واعمل ده وما تعملش ده، ما في قائد وفي واحد بينظم، فده هيضايق الناس. وجود حالات عدم اتفاق لحل مشكلة ما داخل الفريق، عشان الفريق بيبقى عدده كبير، بتبص تلاقي الناس مالها بتعمل مشكلة فيما بينها وعدم اتفاق. عدم تلبية احتياجات أعضاء الجماعة بيولد عدم رضا، تمام؟ إيه اللي هيولد عدم الرضا؟ عدم تلبية احتياجاتهم. توجيه اللوم والتوبيخ لبعض الأعضاء نتيجة أخطاء معينة، لو الباقيين ما توجه لهمش نفس الشيء تبقى مشكلة بالنسبة للباقيين. التدخل التنظيمي المتداخل المتزايد من قبل قادة الفرق، قائد الفريق بتلاقيه بصفة مستمرة بيتدخل في التنظيم بتاعك. يبقى إذن فقد تماسك الفريق بيبقى بسبب سيطرة الأعضاء القدامى على الأعضاء الجدد، زيادة عبء التوجيه، وجود حالات عدم اتفاق، عدم تلبية احتياجات الأعضاء، وتوجيه اللوم والتوبيخ للبعض والبعض لأ، والتدخل التنظيمي المتزايد. بما تفسر فقد تماسك فرق العمل هنقول الست حاجات دول، أو أقول من أسباب فقد تماسك فرق العمل سيطرة الأعضاء القدامى على الأعضاء الجدد فقط، والعبارة خطأ، أو أقول اختيار من متعدد. من أسباب فقد تماسك الجماعة سيطرة الأعضاء، زيادة العبء، وجود حالات عدم اتفاق، عدم تلبية احتياجات أعضاء الجماعة، كل ما سبق. أو إني أقول من أسباب فقد تماسك فرق العمل الآتي فيما عدا: سيطرة الأعضاء القدامى على الأعضاء الجدد، تقليل عبء التوجيه، وجود حالات عدم اتفاق، عدم تلبية احتياجات أعضاء الجماعة. يبقى تاني واحدة هي الغلط اللي هي نقص عبء التوجيه. طيب نيجي بعد كده نشوف هي أهداف بناء فريق العمل. أول حاجة روح الثقة والتعاون ما بين الأفراد، تاني حاجة تنمية مهارات الأفراد، تنمية مهارات المديرين، وأنا قائد، وأنا قائد يبقى سهل بعد شوية أبقى مدير، تنمية مهارات حل الصراعات بين الأفراد، زيادة تدفق المعلومات بين أجزاء المنظمة. يبقى إذن بناء روح الثقة، تنمية مهارات الأفراد، تنمية مهارات المديرين، تنمية مهارات الصراعات، زيادة تدفق المعلومات بين أجزاء المنظمة. إذن ما هي أهداف بناء فريق العمل الخمسة دول؟ أهداف بناء فرق العمل: بناء روح الثقة والتعاون بين الأفراد،
بغض النظر عن تنمية مهاراتهم لعبارة خطأ. من أهداف بناء فرق العمل بناء روح الثقة، 2 تنمية المهارات، 3 تنمية مهارات المديرين. كل ما سبق يبقى كل ما سبق. طيب خلينا نشوف بعد مبررات تكوين فرق العمل، بما تفسر تكوين فرق العمل؟ واضحة تماما أهي، مبررات يعني بما تفسر. نيجي نقول الاحتياجات العامة للأفراد، محتاجين إن احنا نعمل فرق عمل. اهتمامات خاصة لمجموعة من الأفراد، الأهداف العامة للأفراد، التقارب في المكان بين الأفراد، التماثل الثقافي ما بين الأفراد. يبقى إيه مبررات التكوين؟ هي الخمسة دول. نشوف أسباب انضمام الأفراد لفرق العمل. نقول أول حاجة المكانة، الفريق بتاع العمل بتاعي محقق مكانة كبيرة أوي، فهبقى عايزة انضم ليه. الأمان، بحس بأمان وأنا في وسط فريق العمل. تقدير النفس، لأنهم بيعملوا مكافآت معنوية، حوافز معنوية اللي قلنا عليها. الانتماء، روح الانتماء للفريق بتبقى جميلة قوي، أنا بنتمي لفريق معين فدي حاجة تسعدني وتشرفني وأبقى فرحانة أن أنا شايل اسم الفريق ده. تحقيق الهدف، سبب من أسباب الانضمام. قوة الفريق بتبقى سبب مهم جدا. يبقى إذن إيه أسباب الانضمام الأفراد لفرق العمل؟ مكانة، الأمان، تقدير النفس، الانتماء، تحقيق الهدف، والقوة. هاجي أقول من أسباب انضمام الأفراد لفريق العمل المكانة والأمان والقوة، بغض النظر عن تحقيق الهدف والانتماء، فالعبارة خطأ. أو إني أقول من أسباب الانضمام الأفراد لفرق العمل مكانة، الأمان، القوة، كل ما سبق هتبقى كل ما سبق. كده بقى فوائد فرق العمل في الإدارة المعاصرة. أول حاجة في خلق بيئة عالية التحفيز. البيئة عالية التحفيز، تحفيز عالي قوي بسبب فرق العمل. إشعار العاملين بالفخر بأدائهم الجماعي. الإحساس المشترك بالمسؤولية، أنا مش لوحدي، إحنا إيد واحدة. تشجيع المبادرات والاقتراحات. استجابة أسرع للمتغيرات البيئية. توقع المشكلات قبل حدوثها، إحنا عدد عارفين نتوقع. يبقى إذن فوائد فريق العمل، خلق بيئة عالية من التحفيز، إشعار العاملين بالفخر بأداء الجماعي، الإحساس المشترك بالمسؤولية، تشجيع المبادرات والاقتراحات، استجابة أسرع للمتغيرات البيئية، توقع المشكلات قبل حدوثها. يبقى إذن ما هي فوائد فرق العمل في الإدارة المعاصرة؟ هقول الست حاجات دول. أو إني أقول فوائد فرق العمل، خلق بيئة عالية التحفيز، إشعار العاملين بالفخر، الإحساس المشترك بالمسؤولية، كل ما سبق. أو إني أقول فوائد فرق العمل في الإدارة المعاصرة، خلق بيئة عالية التحفيز فقط، يبقى العبارة خطأ. تمام؟ أو إني أقول بما تفسر استخدام الإدارة المعاصرة لفرق العمل، هقول لخلق بيئة عالية التحفيز وإشعار العاملين بالفخر بأدائهم الجماعي والإحساس المشترك بالمسؤولية وتوقع المشكلات قبل حدوثها واستجابة أسرع للمتغيرات البيئية وتشجيع المبادرات والاقتراحات. مهمة أوي. معوقات بناء فرق العمل، في معوقات تنظيمية وفي معوقات فردية. معوقات تنظيمية بنقول معوقات ثقافية، مش كل الناس عندها ثقافة فرق العمل فبتبقى ضدنا. التركيز بيبقى على إنجاز العمل. ضعف التفكير الاستراتيجي، الهيكل التنظيمي بتاعنا هيتأثر بفرق العمل. نظم الحوافز الفردية بتعمل مشكلة للناس. معوقات فردية، أنا بقى معتقدات قائد الفريق إن هو اللي هيكسب، هو اللي كسب. المهارات قليلة،
بتاعتي، المكان بتاع فرق العمل، عدد أعضاء الفريق لو كبير قوي ولو قليل قوي بتبقى مشكلة. يبقى هقول قارن في شكل جدول ما بين معوقات فرق العمل التنظيمية والفردية، أو اختيار من متعدد أقول فيه من المعوقات الفردية التركيز على إنجاز العمل، العبارة خطأ. من المعوقات التنظيمية معتقدات قائد الفريق ومهاراته، خطأ لأن دي معتقدات فردية. المهارات الواجب توافرها في فريق العمل، في مهارات مهنية وفي مهارات شخصية. قارن في شكل جدول ما بين المهارات الواجب توافرها في فريق العمل المهنية والشخصية، أو أقول من المهارات الفنية تكوين العلاقات، أقول غلط. من المهارات الشخصية التنظيم، أقول غلط. يبقى إيه هي المهارات الواجب توافرها في فريق العمل مهنية وشخصية؟ المهنية الاتصال، التحليل، الابتكار، التنظيم، القيادة. يبقى إذن عندي 5 مهارات مهنية لفريق العمل: اتصال، تحليل، ابتكار، تنظيم، قيادة. تمام كده؟ والاتصال. طيب التحدث من المهارات الشخصية، الإقناع من المهارات الشخصية، التفاوض، المبادرة، تكوين العلاقات، وتكوين فريق العمل. يبقى إذن هناك مهارات واجب توافرها في فريق العمل قد تكون مهنية وقد تكون شخصية. المهارات المهنية اتصال وتحليل وابتكار وتنظيم وقيادة، والمهارات الشخصية التحدث والإقناع والتفاوض والمبادرة وتكوين العلاقات وتكوين فرق العمل. يبقى ممكن أقول قارن ما بين المهنية والشخصية، أو إني أقول المهارات المهنية الواجب توافرها في فريق العمل هي التفاوض والإقناع، العبارة خطأ لأن دي مهارات شخصية، أو إني أقول المهارات الشخصية الواجب توافرها الابتكار والتنظيم، العبارة خطأ لأن دي مهنية، أو إني أقول من المهارات الواجب توافرها في فريق العمل المهنية اتصال، التحليل، الابتكار، التنظيم، كل ما سبق هتبقى كل ما سبق، أو إني أنا أقول المهارات الشخصية الواجب توافرها في فريق العمل الآتي فيما عدا: التحدث، الإقناع، التنظيم، المبادرة وتكوين العلاقات. يبقى الغلط في التنظيم. الصفات التي تميز الفريق الفعال وغير الفعال، عندي مجموعة من الصفات تميز الفريق الفعال وغير الفعال. خلينا نقارن ما بين أول حاجة المعلومات، صفة المعلومات. الفريق الفعال المعلومات بتتدفق بحرية، بيشترك فيها الجميع، واضحة وصريحة، يبقى إذن هو فعال. يبقى صفات تميز الفريق الفعال في المعلومات أنها تتدفق بحرية، يشترك فيها الجميع، واضحة وصريحة. غير فعال هنلاقيها بتتدفق من أعلى لأسفل، يعني من القائد لتحت مش حلو، الاتجاه بتاعها مش حلو، محجوبة وممنوعة، تستخدم لامتلاك النفوذ ورسائلها مشوشة، ده غير فعال. الصفات اللي بتميز فريق العمل في المعلومات، معلومات يبقى اتصال، واحنا لو خدتوا بالكم قلنا ان الاتصال في اتصال من اسفل الى اعلى، وفي اتصال من اعلى الى اسفل، وفي اتصال افقي ما بين الادارات. تمام؟ يبقى اذا من اعلى لاسفل، او من اسفل الى اعلى، أو في أفقي ما بين الإدارات. تمام؟ طيب نشيل الشخبطة اللي احنا عملناها دي. هنا الاتصال غير الفعال، بتتدفق المعلومات فيه من أعلى إلى أسفل.
من الصفات علاقات الأعضاء في الفعال: ثقة، احترام، تعاون، دعم. في غير الفعال: شك، منفعة على أساس الحاجة، تنافس، انعدام الدعم، تنافس سلبي وانعدام الدعم والمنفعة على أساس الحاجة والشك والانقسام، ده غير فعال. يبقى قارن ما بين الفريق الفعال وغير الفعال من ناحية علاقات الأعضاء، أو إني أقول في الفريق الفعال علاقات الأعضاء تتسم بالشك والانقسام، هيقول لي غلط، ده الفريق الغير فعال، بينما الفريق الفعال ثقة واحترام وتعاون ودعم. شوف صفة تانية من الصفات. الصفات اللي بتميز الفريق الفعال وغير الفعال من ناحية الخلاف، تمام؟ أولا في الفعال يعتبر طبيعي ونافع الصراع البسيط حول موضوعات وليست أشخاص، إنما في غير الفعال غير مرغوب فيه، في نفس الوقت هدام بالنسبة للصفات والأشخاص. يبقى إذن الخلاف في الفعال يعتبر طبيعي ونافع حول موضوعات وليست الأشخاص، فالاختلاف لا يفسد للود قضية، وغير مرغوب فيه في غير الفعال وهدام. كده صفة من الصفات التي تميز الفريق بتاعنا الفعال وغير الفعال: جو العمل. الفعال جو العمل واضح، غير قائم على التهديد، غير تنافسي، قائم على المشاركة، إنما بقى في غير الفعال يوه مفكك، يعتمد على التخويف، يسوده الحذر الأنين، ينقسم إلى مجموعات، مفهوش مشاركة. يبقى إذن الصفات اللي بتميز فريق العمل في جو العمل، هقول الفعال مفكك بيعتمد على التخويف، لا غلط، لأن ده إيه؟ غير الفعال. هقول غير الفعال في وضوح وغير قائم على التهديد، غلط، ده الفعال، تمام كده؟ طيب خلينا نشوف إيه تاني. بنقول الصفات التي تميز فريق العمل الفعال وغير الفعال: اتخاذ القرارات. في الفعال اتخاذ القرار بالإجماع يتم عن طريق الاستخدام الجيد للمعلومات، يلتزم الجميع بتنفيذ القرارات، إنما في غير الفعال يعيني عليهم بأغلبية التصويت، التأكيد على النفوذ، التخبط والتنافر، مشكلة كبيرة جدا. يبقى قارن في شكل جدول ما بين الصفات اللي بتميز الفريق الفعال وغير الفعال في اتخاذ القرارات. نيجي بعد كده الصفات اللي بتميز الفريق الفعال وغير الفعال في الابتكار. في الفعال مزيد من الخيارات، موجه نحو إيجاد حلول. غير الفعال تتحكم في مراكز القوة والاعتماد على الجهد والنشاط. بعد كده صفات تميز فريق العمل الفعال وغير الفعال من ناحية السلطة، وإحنا قلنا إن السلطة حق شرعي أقدر أخده من الوظيفة بتاعتي بتديني سلطة. في الفعال يشترك فيها الجميع، تتوقف على الكفاءة، تتوقف على الإسهام في الفريق. في غير الفعال محجوبة، تمنح بعد مفاوضات وفق قوانين تبادل المنفعة. يبقى إذن برضو قارن في شكل جدول ما بين الصفات اللي بتميز الفرق فريق الفعال وغير الفعال من ناحية السلطة. كده الصفات اللي بتميز الفريق الفعال وغير الفعال من ناحية الحفز، التحفيز. في الفعال التزام بالأهداف المحددة، إشباع حاجات الانتماء، الإنجاز من خلال الفريق، إنما في غير الفعال التحرك وفق لأهداف إجبارية، الضغط والإجبار، تجاهل الأشخاص، أهدافهم مش مهمة بالنسبة لي، تقدير الإنجازات الفردية مش الجماعية. يبقى إذن غير الفعال له مواصفات في التحفيز والحفز غير الفعال. نقول آخر حاجة في الصفات التي تميز الفريق الفعال وغير الفعال من ناحية المكافآت. بالنسبة للفعال بتركز على الإسهام للفريق، غير الفعال تقوم على أسس غير واضحة، كثيرا ما تكون تعسفية. يبقى إذن ممكن يجيلي السؤال
قارن ما بين الفريق الفعال وغير الفعال من ناحية المكافآت واتخاذ القرارات، أو هناك صفات تميز الفريق الفعال وغير الفعال، ما هي؟ مع شرح واحدة فيهم. يبقى هتقولي وفقا للمكافآت فعال وغير فعال، وتقول الشريحة دي، أو تقول في اللي فاتت في اتخاذ القرار، أو تقول في اللي قبلها أو اللي قبلها أو اللي قبلها. فهتذكر لي الصفات الستة اللي احنا قلناهم، وتقارن ما بين الفعال وغير الفعال في واحدة فيهم، أو يجي لك السؤال زي ما قلنا صح وغلط، زي ما أقول الصفات التي تميز الفريق الفعال وغير الفعال في المكافآت أن في الفعال كثيرا ما تكون تعسفية، غلط لأن ده في غير الفعال، إنما في الفعال تركز على الإسهام للفريق. تمام كده؟ كده نبقى خلصنا المحاضرة التالتة والأخيرة، وأتمنى لكم امتحانات سعيدة موفقة، ومنساش حاجتين: نمرة واحد، احتمال الامتحان يكون امتحان عادي زي الامتحانات العادية بتاعتنا، هيبقى عبارة عن 5 أسئلة. تمام كده؟ 5 أسئلة، 1، 2، 3، 4، 5. واحد هيقول عبارات صح وخطأ، واحد هيقول قارن في شكل جدول، واحد هيقول اشرح بالرسم فقط، واحد هيقول بما تفسر، وسؤال مقالي. طيب، ما حصلش الكلام ده واضطرينا نقول هنمتحن اونلاين، يبقى هنعمل ايه ساعتها؟ يبقى ساعتها هنقول يا جماعة الامتحان عبارة عن صح وغلط واختيار من متعدد، ويا شباب كل واحد يمسك كل سلايد ويقول دي تنفع صح وغلط ودي تنفع اختيار من متعدد. بتمنى لكم الخير كله، وإلى لقاء بإذن الله. خلصنا مادة تشخيص المشكلات التنظيمية والإدارية، وكل عام وأنتم بخير.